احنا بموقع مديرية بلديات نينوى بدأنا العمل بتاريخ 2019 شهر 12/26/2019 بدأنا العمل. وبعد ما صارت الأحداث مع الكورونا بشهر الثاني تم يعني توقف العمل عندنا تقريبا لمدة 3 أشهر، بما يقارب 3 أشهر. اي نعم. حاليا احنا في اي مرحلة؟ احنا هسه في مرحلة اعمال الانهاء، يعني عندنا الواجهات الأمامية وعندنا كذلك اعمال التغليف الداخلي للبناية، من يعني من المرمر عندنا، وعندنا الخارجي تغليف الزجاج والمرمر ايضا. عمليات الـ عندكم الطوابق هاي الموجودة، يعني كم طابق هو وكم طابق مكمل يعني لحد الان منجز؟ احنا الى حد الان يعني عندنا احنا تقريبا باربع طوابق عم نشتغل حاليا، يعني كوادرنا باربع طوابق، بس الطوابق بعد يعني ما كاملت الانجاز، يعني ماكو مثلا مؤهل لل يعني للسكن او مؤهل للاداره بينه للموقع. وين وصلتوا بالانجاز؟ يعني تقريبا احنا حاليا وصلنا 70% من الانجاز، من الانجاز الكلي للمشروع. المواد المستخدمة كلها محلية؟ لا، عندنا مواد مستوردة مثل المرمر مستورد، عندنا الـ VRF اللي هي تتعلق بالأعمال التبريد والتكييف، أيضا هذا استيرادي، تقريبا أغلب المواد استيرادية. حاليا أنتوا بديتوا بالمرمر وبعدين تتصاعدون لفوق؟ أكيد نعم، احنا ساعدنا حاليا مرحلة المرمر، عم نشتغل المرمر داخل الأروقة، يعني داخل عندنا الممرات وداخل الغرف المرمر عم نشتغل بينه. بعد المرمر بالضبط راح يجينا عندنا الأرضيات، نشتغل الأرضيات، وغى الأرضيات عندنا مادة الـ MDF اللي هي من الخشب اللي هو التغليف الجدران الداخلية للغرف، وغى تجي مرحلة يعني الزجاج المقسى عندنا بالكشف، عندنا الزجاج المقسى راح نشتغله داخل البناية أيضا.